على مدار اليوم والأمس ناقشت جامعة الدول العربية وتحديدا لجنة شؤون اللاجئين والهجرة موضوع خاص بالاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة. الاتفاق العالمي ده هيكون بالاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية وأيضا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأيضا الهجرة. خلينا أقول لحضراتكم أنه في مجموعة كبيرة من التساؤلات بتطرح نفسها حول هذا الموضوع، مش بس إيه هو مقصود بمفهوم الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، لكن الأهم هل بالفعل الدول العربية أو منطقتنا هي من أكبر الدول تصدير وأيضا استقبال للمهاجرين ولا دي أخبار مغلوطة؟ يا ترى بالفعل هل في العقد الأخير من الزمان العشر سنوات الأخيرة هل تزايدت أعداد اللاجئين والمهاجرين بشكل لافت للنظر وبشكل واضح؟ مش بس كده، لكن كمان لما نسمع أنه ألمانيا بتدرس أن هي تقدم مجموعة من الحوافز بس خلي الناس موجودين في بلادهم ما يجوش، في المقابل أن الاتحاد الأوروبي بيدرس العكس، عايزين نفرض عقوبات على الدول اللي مش عايزة تستقبل اللاجئين، يا ترى أيهما أفضل؟ إذا مجموعة كبيرة من التساؤلات حول اللاجئين وأيضا الهجرة، بيسعدنا جدا يجاوبنا عنها ضيفنا اللي بيشرفنا دكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، أيضا خبير السكان ودراسات الهجرة. شرفتنا يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. خليني في البداية أخذ من حضرتك تعريف لهذا المصطلح، إيه المقصود ما بين الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة؟ لأن حد غير متخصص زي ممكن يقول لحضرتك ما هي واحدة، الأمنة هي النظامية هي المنظمة؟ لا، هو في الحقيقة طبعا يعني في اختلافات، يعني النظامية انه يبقى عكسها غير النظامي اللي هو انه الناس تدخل بشكل رسمي، يعني يبقى عنده أوراق. الأمنة انه يبقى فيها نوع من، يعني ما تبقاش هجرة زي لجوء، تبقى هجرة يبقى الشخص نفسه حابب انه يهاجر. المنظمة بمعنى انه يبقى في نوع من الضبط في عملية الهجرة، يبقى في سياسات هجرة تتبعها الدول واللي على أساسها ممكن الناس تنتقل من مكان لآخر. تمام. طيب خليني أنتقل مع حضرتك لجزئية يمكن نكون اتكلمنا فيها مرات سابقة بس فيها جديد المرة دي. اعتدنا الحقيقة في موضوع الهجرة غير الشرعية ان احنا نجد رجال، ان احنا نجد اطفال، وخصوصا يمكن الاطفال المهاجرين لإيطاليا بالاخص، ويمكن شرحنا ليه إيطاليا وليه الاطفال بالاخص. لكن يمكن اطلعنا على خبر مفاده انه في 13 جثة للاسف الشديد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا، كان فيهم عدد لا بأس به من السيدات الحوامل، يعني مش بس ستات لكن كمان سيدات حوامل. ليه يا فندم؟ يعني ليه وصلنا من موضوع الرجال للأطفال للسيدات، مش بس سيدات عاديات، للستات حتى في فترة الحمل بيضحوا بنفسهم؟ هو طبعا دوافع الهجرة كتيرة، يعني مش حابب ان انا اختصرها في انه ناس عاوزة ترمي نفسها في البحر، او لان حضرتك عارفة انه يعني انا بالنسبة لي موضوع انه الناس تنتحر او ترمي نفسها في البحر او تركب مركب وهي عارفة انها مش هتوصل، ده مش حقيقي وده مش ممكن يخطر على بال بشر انه شخص رايح يركب مركب وعارف المركب هيغرق، مش هيركب. يعني هي المسألة كلها انه ده يعني جزء من بدائل الحياة او جزء من الخيارات المتاحة قدامه، ممكن يكون خيار سيء، خيار يعني المخاطر بتاعته عالية، لكن ما حدش بيتخيل انه المخاطر بتاعته بنسبة 100% والا مش هيروح. مسألة وجود نساء في الهجرة غير النظامية او الهجرة غير الشرعية ده مفروض شيء طبيعي، لأنه الهجرة على مستوى العالم بتشمل نساء ورجال، نسبة النساء في الهجرة الدولية بشكل عام 49%، يعني نص، مفروض أنه نص المهاجرين ستات، فكون أنها تبقى نوع الهجرة يختلف أنه دي هجرة نظامية أو هجرة غير نظامية، طبيعي أنه يكون فيها الجنسين. تمام. طيب خليني أنتقل مع حضرتك لجزئية أخرى، موضوع أسباب ودوافع الهجرة، سيان هجرة نظامية أو هجرة غير نظامية، هل السبب فيها فندم هو الأوضاع الاقتصادية ولا أوضاع الحريات ولا ممكن تكون النزاعات المسلحة، خصوصا أن هي نشبت في هذه المنطقة وكثرت في الفترة الأخيرة طبعا زي ما حضرتك عارف العراق، سوريا وإلى آخره. إيه السبب الرئيسي من وجهة نظر حضرتك؟ أو خلينا نقول مش بس السبب الرئيسي، لو هنرتبهم بالأولويات وبالأهمية. طيب هو أولا عاوز أقول لحضرتك حاجة، أنه بالنسبة للهجرة الدولية عموما ما فيش هجرة دولية. ايه ده ازاي يعني؟ الهجرة الدولية بتمثل 3% من سكان الدنيا كلها، يعني الناس اللي بتحركوا، الناس اللي موجودين دلوقتي وانا قاعد مع حضرتك في اماكن تانية غير في دول تانية غير اللي اتولدوا فيها بيمثلوا 3% 3.5% من سكان العالم كله.
بمعنى انه الناس اللي بتتحرك مش بالشكل اللي احنا متخيلينه. ده دي قانونيه ولا غير قانونيه يا فندم؟ القانونيه وغير القانونيه، وكمان اللاجئين كل دول كل دول بيمثلوا طبعا العدد كبير، العدد كعدد كبير، كل دول بيمثلوا 244 مليون، يعني حجم الهجره الدوليه على مستوى العالم اللي عامله الدوشه دي كلها 244 مليون، دول بيمثلوا حوالي 3.5% من سكان العالم، سكان العالم 7.5 مليار، يعني حضرتك متخيل 7.5 مليار في 7500 مليون، منهم بس 244 مليون هم دول المهاجرين الدوليين، الهجرة الطوعية والقسرية اللي هي المهاجرين القسري اللي هم اللاجئين. دول طيب ايه اللي عامل القلق والمشاكل دي كلها، وايه اللي مخلي حضرتك القناه مهتمه وبتستضيف فلان وفلان والقناه كلها مهتمه بالموضوع والناس كلها عموما والامم المتحده وجامعات الدول العربيه؟ لانه الهجره اللي هو ال 244 مليون طبعا يعني برغم انهم مثلوا 3.5% من سكان العالم، لكن هم في حد ذاتهم حجم كبير بالتاكيد، يعني دول مثلوا مثلا عدد سكان ثلاث دول كبار زي مصر وايران وتركيا، مش هنقول ان دي حاجه صغيره، لكن الفكره كلها انه التوزيع بتاعهم مش ميه واحده على مستوى العالم، مش يونيفرسال، يعني مش متساويين، لا في تيارات هجره معينه، في مسارات هجره معينه هي اللي بتخلي التركيز عالي على الموضوع ده. طب ده يخلينا نسال حضرتك، ايه هي الدول المصدره للمهاجرين واللاجئين والعكس ايه هي الدول المستقبله؟ وخلينا نقول برضو من الاعلى للاقل. حاضر. بالنسبة يعني طبعا في حاجات الناس بتعديها أو مش واخدة بالها منها. أول حاجة في موضوع التيارات الهجرة ده والدول اللي بتبعت والدول اللي بتستقبل، أنه الـ 244 مليون دول مش كلهم على فكرة رايحين لأوروبا وأمريكا، مش كلهم رايحين للدول المتقدمة. في 40% من الهجرة الدولية هجرة بينية في الجنوب، يعني من دول الجنوب لدول الجنوب، من دول افريقيه لدول افريقيه، من دول افريقيه لدول اسيويه، يعني 60% بس هي الهجره من الجنوب للشمال. تيارات الهجره الرئيسيه طبعا دلوقتي مش يعني ما فيش تيارات واضحه زي زمان، زمان كان كله بيهاجر لدول يا اما اوروبا يا اما دول الهجره الاستيطانيه، كان زمان بيسموها هجره استيطانيه اللي هي امريكا وكندا واستراليا، دي كانت هجره استيطانيه، كانت الدول دي محتاجه ناس فكانت فاتحه ابوابها لتستقبل ناس، زي امريكا لغايه دلوقتي مبنيه على الهجره، يعني امريكا لغايه دلوقتي بتجدد شبابها من خلال الهجره، في الهجره العشوائيه، من خلال اي شخص يعني متقن عمله وشخص كفء ممكن يقدم على هجره في امريكا او ممكن يدور على شغل في امريكا ويبقى مواطن امريكي بعد 5 سنين. فمساله التيارات الهجره موجوده دلوقتي على مستوى العالم كله، 60% زي ما بقول لحضرتك بيتجه للدول او موجود في الدول المتقدمه او اللي بنسميها متقدمه او دول الشمال، و40% في دول الجنوب. في دول الجنوب في منطقه مهمه جدا بتستقبل عدد كبير جدا من الهجره الدوليه، ومنطقه الخليج دي منطقه مهمه جدا في استقبال المهاجرين، هم سموهمش مهاجرين او استقبال العماله او انتقال البشر بشكل عام. فعندك طبعا اوروبا ما زالت بتستقبل، طبعا مش زي زمان لكن ما زالت بتستقبل، عندك كندا وعندك زي ما قلت امريكا وعندك استراليا ما زالت بتستقدم وعندها برامج لاستقطاب الكفاءات. النقطه الثانيه اللي يعني من دوافع الهجره والحاجه المهمه جدا هي أن الدول بتستقطب الكفاءات، بمعنى أنه الشخص المؤهل فعلا أنه يشتغل في بلده عنده فرصة كمان أنه يشتغل في بلد تانية وبيرحب به في العديد من البلدان. احنا بنسميها يعني هروب كريمة المجتمع بالضبط، اللي هي الهجرة الانتقائية، لأن الهجرة عموما قائمة على مسألة الانتقاء، ودول على فكرة الحدود ما بتمنعهمش وبيتوسر له السبل عشان يهاجر. ارجع للسؤال بتاع حضرتك، يبقى كده في 40% من الهجره بيننا وبين بعض في الجنوب، يعني مش كل الهجره، مش كل شخص مهووس بان هو يروح البلاد المتقدمه، لا في هجرات بينيه دلوقتي، في اماكن تانية كتيره طلعت يمكن احلى من اوروبا ومتقدمه عن اوروبا، كوريا الجنوبيه، سنغافوره، دي على فكره دي بلاد هجره دلوقتي او بلاد بتسعى الناس انها تهاجر ليها مش بس الشمال. بالنسبه للهدف الأساسي بتاع الهجرة
هو طبعا الهجرة طول عمرها حاجة مفروض انها حاجة كويسة، ولا زالت على فكرة حاجة كويسة، يعني حتى برغم من الهجرة غير النظامية، برغم من المخالفات اللي بتحصل، وبرغم من المأساوات اللي بتحصل في الدنيا واللجوء، لكن الهجرة ما زالت حاجة كويسة. لأنه يعني أفكر حضرتك بس عشان نعيد الرؤية المتفائلة للهجرة، لأنه للأسف حتى في دول كبيرة جدا رؤيتها للهجرة وقتية وبتعتمد على الأحداث اللي بتحصل، فرؤيتها متشائمة. يعني نفسي الناس تفكر في الهجرة بشكل مختلف، مش عشان أنا متخصص في الهجرة أو حابب الموضوع أو إن أنا مهاجر داخلي، أنا مهاجر داخلي، أنا أصلا مولود في سوهاج، ولولا الهجرة كنت زماني قاعد مثلا في سوهاج، ممكن أكون مثلا عامل في الغيط ولا موظف ولا يعني. فمسألة الهجرة على مستوى العالم كله حاجة مهمة جدا، لأن خلالها انتقلت الثقافات واللغات والأديان والفلسفات والحاجات الجميلة كلها انتقلت من خلال الهجرة. يعني تخيلي لو كل بلد قاعدة لوحدها كده، يعني حتى يمكن ما كنتش هستمتعي بأطايب الطعام اللي بتاكلها الناس اللي في بلاد تانية. يعني حاجة بتقوله ده أبعد ما يكون عن هدف البعض، لما يقولك أنا هروح علشان مدارس هناك ببلاش، أنا هروح علشان خاطر أخد معونة أول ما أولد الولد الأول والتاني والتالت. الأفكار يمكن بتختلف للأسف الشديد. إحنا بنتكلم بشكل عام، حتى الشخص اللي بيقول كده ولاده لما يروحوا هناك ويتعلموا ببلاش ممكن يطلعوا يبقوا أحسن ويبقوا أفضل، وممكن يرجعوا بلدهم أصلا تاني يحسوا بالحنين للبلد ويخدموها. فمسألة الهجرة مفروض تتحط في السياق ده، إنه الهجرة حاجة كويسة، إنه لو يعني بالظبط أنت لو قعدت جامد كده مش هيحصل لك حاجة، مش هتتقدم. يعني الهجرة بالظبط زي كأنك بترمي حجر في بركة فبتحرك الدنيا. المسألة اللي حضرتك بتقولي عليها الأسباب الرئيسية للهجرة في العالم اللي احنا فيه دلوقتي، السبب الرئيسي. تسمح لي ان احنا نتوقف عند الجزئيه دي ونستقبل اتصال هاتفي وارجع لحضرتك مره اخرى. اشكرك الاستاذ رؤوف من القاهره. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. استاذ رؤوف، ممكن نسمع بعض من التليفون لو سمحت لي؟ الو، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا. امر استفسار حضرتك ايه؟ عن الهجرة كده يعني حضرتك. اتفضل. بس هنسمع بعض من التليفون ونوطي تلفزيون لو سمحت. ايوه حضرتك. اتفضل. انا حضرتك بسأل على الهجرة، يعني واحد عاوز يعني يقدم على الهجرة يقدمها ازاي؟ انا راجل يعني ارجعي وكده، وفي نفس الوقت تعبان هنا في مصر. طب حضرتك عايز تهاجر لدولة معينة؟ حضرتك بتسأل عن الهجرة لدولة معينة؟ حضرتك مثلا أي دولة أوروبية يعني. أي دولة أوروبية. حالا هجاوب حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ رؤوف من القاهرة. طيب واحد بيقول لحضرتك يعمل إيه، عايز يهاجر؟ طبعا تحديدا أوروبا. أوكي. طبعا أنا مش يعني ماليش علاقة بموضوع النظام انه واحد عاوز يسافر يسافر ازاي، لكن انا ممكن ادي نصيحة عامة بشكل عام. يعني عشان تسافر لازم اول يكون عندك هدف، يعني انت عاوز تسافر ليه؟ مش معنى انك انت عاوز تسافر او انك انت تهاجر وتقعد في بلد تاني انك متضايق من البلد اللي انت فيه، على فكره مش معناها كده. انت ممكن تكون بتسافر عشان تحسن وضعك، ممكن تكون بتسافر عشان تكتسب علم، وزي ما قلت انه في السفر نفسه حتى في التراث الشعب المصري السفر له 7 فوائد والحاجات دي. يعني في مساله انك انت عشان عاوز تسافر ليه، هو ده السؤال. النقطة اللي برضو حابب ان انا يعني اقولها للاخ العزيز اللي اتصل، انه على فكرة يعني المصري وبالذات يعني انا شفت ثقافات كتيرة ولفيت بلاد واقمت في بلاد عديدة، المصري مهووس بحب بلده، يعني مهما تسافر برضو هتلاقي نفسك مرتبط بالبلد دي. ما اختلفناش، لكن دلوقتي هل نقدر نساعده يا فندم؟ يعني يتوجه للسفاره وبيسحب اوراق معينه، ولا ما فيش عند حضرتك معلومات؟ لا ما عنديش معلومات عن الموضوع ده بشكل يعني مفصل اقدر اقول لك كده. تمام، اشكرك. طب اسمح لنا في اتصال واستفسار لحضرتك كمان من الاستاذ بشرى من القاهره. مساء الخير، اهلا بحضرتك معانا. مساء النور، انا بحييك يا دكتور عايده وبحيي الدكتور ايمن على معرفته الجميلة عن الهجرة. بس اسمحيني أوجه لي سؤالين. تحت أمرك، اتفضل. أولا
وطننا دوت مصر اعظم وطن واحلى دوله في العالم. حقيقي. بس انا عايز اساله على الخمسه اللي هم هربوهم، راحوا استراليا ولا راحوا فين؟ اللي هم كانوا تبع مع مثلوا داعش يا دكتور ايمن، وجم دلوقتي هربوا وراحوا، مصير الدوله منين؟ فمصير الدوله تدور عليهم ازاي دول؟ حقهم يجوا ازاي؟ عن طريق حقوق الانسان ولا هم دول هربوا عشان حكموا عليهم بالسجن على سبيل انهم عملوا رقطه من داعش؟ طب تعالى شوف بقى القوات العراقية كانت جايبه 2 لودر بيزيحوا داعش يدفنوهم في الارض، لودر لا يقل عن 3000 واحد. فايه ايه ايه مشكلتنا؟ لكن الهجره غير بلدنا. ماشي يا استاذ بشرى، ايه موضوع اللودر بتاع ال 3000 واحد ده؟ انا مش سامعاه معلش، او مش فاهماه. حضرتك فاهم موضوع اللودر بتاع 3000 شخص ولا برضه ضيفنا دكتور ايمن؟ لا. طيب قبل ما اشكرك، عايز تقول لنا حاجه على موضوع داعش ده؟ طب احنا فقدنا موضوع داعش دوت. ايه موضوع 3000 شخص واللودر ده؟ انا مش عارفاه الحقيقه ولا ضيفنا عارفه. لا النت اكيد على النت. هو انا طيب تقول لنا نبذه سريعه قبل ما اشكرك، حضرتك بتقصد ايه يعني؟ يعني الدواعش ديت مش ناس يستاهل ان احنا يستاهلوا ان احنا نمثلهم. لا. طب شكرا جزيلا لحضرتك. اشكرك يا فندم الاستاذ بشرى من القاهره، شكرا جزيلا. في تعقيب لحضرتك على الاتصال الهاتفي؟ انا ما عنديش معلومات. يمكن هو كان بيقصد موضوع انه احيانا بتبقى الهجره اضطراريه زي موضوع الخمس اطفال اللي مثلوا تمثيليه داعش. طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى. حضرتك يمكن قبل الاتصالات الهاتفيه كنت بتتكلم على موضوع اسباب الهجره. هستمع اليها. وكمان حضرتك قلت معلومه مهمه انه 244 مليون مهاجر. عايز اعرف من حضرتك نسبتهم كام هجره شرعيه ونسبتهم كام هجره غير شرعيه؟ تمام. طيب اكلمك عن اسباب الهجره. اسباب الهجره بالاساس اسباب اقتصاديه. يعني اي حد بيفكر يسافر، معظم الناس بتفكر انها تعيش حياه افضل، تحسن من دخلها. الاسباب الاقتصاديه مرتبطه بالحاجه الى عنصر العمل. يعني هي السبب الاقتصادي مربوط بحاجه تانية مهمه، وهي الوضع الديموغرافي او الوضع السكاني. في بلاد عندها عجز ديموغرافي، يعني عندها عجز في الناس، عندها نشاط اقتصادي اكتر من الناس اللي عندها، زي دول الخليج عندها عجز ديموغرافي. الناس اللي عندهم غير كافيين لاداره عجله الانتاج، فبيضطر ان هو يفتح الباب لعماله اجنبيه. زي قطر، العماله الاجنبيه اكبر من عدد السكان بشكل كبير. كل الدول ما عدا السعوديه، يعني كل دول الخليج تقريبا ما عدا السعوديه، العماله الوافده اكتر من العماله الوطنيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، في ناس ده عنده عجز ديموغرافي بشكل كبير، يعني في كل الاعمار. في دول ثانيه بتعاني من عجز ديموغرافي او عجز سكاني بسبب ما يعرف بظاهره التعمر، انه الناس عجزت بالبلدي كده يعني، فاصبح عنده الناس اللي بيطلعوا تقاعد ولا بيطلعوا معاش اكتر من الناس اللي بيدخلوا سوق العمل، فأصبح عنده فجوة في سوق العمل، فبيضطر أنه هو برضو يستقبل ناس عشان عجلة الإنتاج تمشي. وده الوضع في دول أوروبا. طبعا ده بيحصل على فترة زمنية طويلة قوي، وبيبقى انتقائي في اختياره للعنصر العمل. يعني بمعنى أنه الموضوع مش مفتوح، مش عشان أوروبا الناس بتعجز أي حد يجي ياخد مكان الشغل بتاعهم. فبيبقى في يعني نظام يعني صارم جدا لاستخدام العمالة الوافدة أو العمالة عموما، لأنه بيبقى عنده مزايا بعد كده، بيبقى مواطن مش زي دول الخليج. فالمسألة الاقتصادية هي العنصر الأساسي حاكم للموضوع ده بالنسبة للهجرة الطوعية. بالنسبة للهجرة القصرية طبعا العامل السياسي هو الأهم. طب بالنسبة لـ 244 مهاجر، كم نسبة شرعية وكم نسبة غير شرعية؟ طيب الـ 244 مليون مهاجر، أولا دول بيشملوا 21 مليون لاجئ، يعني نسبة اللاجئين فيهم 21 مليون إلى 244، يعني تقريبا في يعني أقل من 10% من الهجرة الدولية هي هجرة اضطرارية أو هجرة قسرية. من الـ 244 دول لو بصينا للهجرة النظامية وغير النظامية بلاقي أنه طبعا هنا في تقديرات مش بشكل واضح.
تقدير الهجرة غير النظامية في الإجمالي المهاجرين الدوليين من 10 ل 15%، بمعنى أنه إجمالي الهجرة غير النظامية على مستوى العالم يعني من 24 ل 30 مليون. وعلى فكرة أكتر دولة فيها هجرة غير نظامية هي الولايات المتحدة الأمريكية، فيها 12 مليون شخص مهاجر غير نظامي، ومن دولة واحدة، من المكسيك. من المكسيك وحدها؟ آه. 12 مليون شخص. يعني قد عدد أكتر من عدد سكان تونس مثلا. تمام. طيب يمكن أنا كنت اطلعت على خبر مفاده أن في المنطقة العربية 35 مليون مهاجر مقابل 26 مليون مهاجر العام الماضي. عايز أعرف من حضرتك، المهاجرين هنا بيخرجوا من الدول العربية لأوروبا أو أمريكا أو أي دولة أخرى، ولا لا زي ما احنا بنقول منا فينا، بمعنى جايين من العراق، ليبيا، سوريا، السعودية طبعا لا، يعني جايين لدول أخرى. يعني هل مننا فينا ولا بنروح لدول اخرى؟ لا، يعني جامعة الدول العربية هتطلع على فكرة تقرير حلو قوي في الموضوع ده قريب، لكن اقدر اقول لحضرتك انه المهاجرين داخل الدول العربية، المهاجرين العرب فعلى مستوى العالم دايما بيبقى منهم الهجرة البينية. يعني لما بقول انه في 35 مهاجر في الدول العربية او 35 مليون شخص من خارج العالم العربي داخل العالم العربي، بقصد منهم المصريين اللي في السعودية، بقصد منهم الفلسطينيين اللي في الدول الجوار. يعني الهجرة البينية موجودة بينهم. طبعا زي ما قلت لحضرتك اكبر مستقبل للعمالة في العالم هو دول الخليج، فدي بتمثل نسبة كبيرة جدا من المهاجرين الدوليين في العالم العربي. لما نتكلم عن المهاجرين الدوليين في العالم العربي، على فكرة برضو بيبقى جواهم فئتين كبار جدا، بيبقى جواهم الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين، ودول طبعا حيك موجودين في داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة، ودول اللي أصلا من داخل فلسطين التاريخية فلازال بيعتبروا لاجئين. في اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وفي سوريا ولأنهم قالوا، وفي العراق كمان في حوالي 250,000، وزائد طبعا اللاجئين الفلسطينيين في دول أخرى وهم بعدد أقل. دول كلهم هجرة دولية داخل العالم العربي نعتبرهم رغم أنهم عرب. زي ما قلت حضرتك كل العرب اللي موجودين في الخليج بيعتبروا هجرة دولية داخل العالم العربي. لو قارنتي المهاجرين أو الناس اللي موجودين في الدول العربية مع المهاجرين من الدول العربية لدول تانية، هنلاقي أنه دول أقل من المهاجرين للدول العربية. يعني في فرق تقريبا حوالي 7 مليون. هل صحيح أنه نصف عدد اللاجئين في كل العالم من المنطقة هنا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لا خالص، لا خالص طبعا، لا خالص، لا. المهاجرين العرب لا يمثلوا أكتر من، طلعنا على الإحصائية دي وإحنا بنحضر للفقرة الحقيقة، المهاجرين العرب العرب خارج الدول العربية مش أكتر من، يعني العرب خارج الدول العربية وداخل الدول العربية حوالي 28 مليون، والهجرة الدولية كلها 244 مليون. ما دي من ضمن برضو الحاجات اللي الإعلام يمكن بيروج ليها، أنه العرب والدول العربية كلهم طفشوا. ده مش حقيقي، ده مش حقيقي خالص. يعني لما تبصي على بلد زي مصر، يعني 93 مليون في الداخل. ليه يا فندم؟ طب احنا عندنا في مصر وحدها كم لاجئ؟ كم ايه؟ كم لاجئ؟ احنا عندناش لاجئين في مصر. ما عندناش لاجئين؟ ما يزيدش عددهم كلهم عن 500,000. طب وحضرتك شايف ان ده يعني رقم قليل بالنسبه ل 93 مليون؟ وبالنسبه لبلد زي لبنان ومستضيفين 500,000، دي برضه حاجه مش هينه. ده واجبنا. ماشي، واجبنا طبعا. لكن انا بتكلم ان 500,000 عدد مش هين برضه يا فندم. 500,000 عدد مش هين، لكن في 93 مليون دول فوق راسنا من فوق. لكن بصي على بلد زي لبنان، عدد سكانها 4 مليون، عندهم 2 مليون 2 مليون. 2 مليون لاجئ، مأساة بالنسبة لهم طبعا. طيب يبقى ده يرجعنا برضو انه الاحصائية اللي طلعنا عليها انه نصف عدد اللاجئين من المنطقة، نصف عدد. صحيح بتقول في 21 مليون لاجئ. ايوه. طب احنا عندنا في المنطقة لوحدها بنتصدر كام لاجئ؟ سيام يعني لجوء بيني بيننا وبين بعضنا او حتى للخارج. احنا عندنا نسبة كبيرة في نصف عدد اللاجئين. لو انت حسبتي الفلسطينيين، عندنا 6 مليون فلسطيني و6 مليون سوري، لكن مش كلهم موجودين في دول اخرى. تمام، هو ده اللي عايز اسمعه من حضرتك. مش كلهم موجودين في دول اخرى، في ناس موجوده. صحيح. في اوروبا، في 1.2 مليون موجودين في اوروبا. في 3 مليون موجودين في تركيا.
في اللاجئين الفلسطينيين، يعني بلد زي الأردن استوعبت يعني عدد كبير جدا من اللاجئين الفلسطينيين. تمام، في استفسار لحضرتك من الأستاذ مينا من المنيا. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معنا. مساء النور يا مدام هايدة. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. اتفضل. زينا بس لو انت سؤال. طبعا اتفضل. أنا رحت الكويت كارت زيارة من قيمة 4 سنين، والكارت داوتي بيقول ان هو طلع مضروب عشان طلعونا على مشايخ كان بيتباع، وطلع مضروب او مزور يعني، ولموا الناس كان عدد حوالي 24,000 مصري. فجينا واحنا جايين بصمونا، خدنا رعاد. فجيت انا ودورت احاول ان انا ارجع تاني، ورحت وزارة الخارجية ومباحث الهجرة والكلام ده كله، ومحدش ادانا اي فايدة. ممكن دايما اسأله بس ان هو ايه حلنا او ايه وضعنا. أنا بشكرك يا فندم، حالا هجاوب حضرتك، اتفضل يا دكتور. وطبعا يعني احب اتكلم في العموم، يعني المسألة طبعا الهجرة مش غير الشرعية، الهجرة اللي بيحصل فيها مخالفات دي كتيرة قوي في الدول العربية مش في أوروبا بس. يعني إذا كان في هجرة غير شرعية لأوروبا ففي تحايل على الهجرة للدول العربية، وللأسف شباب كتير قوي ما بياخدش باله من الموضوع ده، ودي نقطة يعني بتضايقني جدا وبتؤلمني جدا، إنه شباب عارف إنه العقد اللي معاه مش حقيقي وبرغم كده بيسافر. طبعا مش حقيقي معناه مش هو صحيح اجرائيا، لكن عارف انه هو رايح مش لاقي شغل، وعارف انه رايح هيدفع للكفيل بدل الكفيل ما يدفع له، وعارف انه في حاجه اسمها فيزا سايبه، يعني بيدفع فلوس عشان ياخد عقد عمل وهو عارف انه مفيش عمل، وبرغم كده بياخد المخاطره دي. يعني المكاتب هنا مثلا هو ممكن المكتب نفسه مبقاش عارف، لكن الشخص بيبقى عارف انه رايح على لا شيء، وانه مفيش عمل، وانه الفيزا دي مفيش مقابلها مكان يشتغل فيه. طب ننصح استاذ مينا بايه؟ لان هو بيلبس صامول الحقيقه. لا، الاستاذ مينا طبعا دي حاله خاصه، لازم يكمل اجراءاته لغايه ما يعرف اذا كان فعلا اسقط، يعني اسقط من القوائم اللي بتمنعه من السفر من الكويت ولا لا، وممكن توجه لسفارة الكويت نفسها ويسال عن حاجه زي كده. لكن انا يعني يمكن عشان ال 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 الحالة بتاعت الأستاذ مينا أنا بنصح كل الناس أنه مش بس، لأنه الحكومة في الحقيقة بتتأكد من كل عقد، يعني لما أي شخص بيجي له عقد عمل لازم الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة بتتأكد من صحة هذا العقد، لكن هي بتتأكد من صحة الإجراءات، بتتأكد أنه العقد سليم وموثق من السفارة الخاصة بالبلد. لكن أنت وانت رايح عارف أنه العقد مش سليم، وعارف أنك أنت رايح فيزا سايبة، يعني رايح هناك والراجل الكفيل هيسيبك تدور على شغل في مقابل ان هو ياخد منك، يعني بدل هو ما يديك كموظف ده بياخد منك، وده في الحقيقة يعني تحايل مش مفروض حد يقبله. طب عودة مرة أخرى للنقطة يمكن اللي كنا بنتكلم فيها قبل الاتصال الهاتفي. حاج بتقول إنه 500,000 ده عدد قليل بالنسبة ل 93 مليون، وإن ده واجب علينا. الحقيقة إحنا ما اختلفناش على الواجب الإنساني. لكن دايماً البعض مننا بيتساءل، طب أنا أضمن منين إنه اللاجئين دول اللي أنا بالفعل براعي حالتهم الإنسانية وبقدم لهم المساعدات كناحية إنسانية بحتة طيبة، إنه ما يكونش في من ضمنهم تسلل للإرهابيين، خصوصاً بالفعل إن هم ممكن يكونوا جايين من دول مشتعلة بالإرهاب. تمام، ده طبيعي، مش ضامن طبعا بالتأكيد، لكن مش معنى كده ان انا احطهم في القائمة السوداء، او مش معنى كده ان انا انظر لهم نظرة ريبة، لانه احنا ربنا سترها معانا. احنا كان ممكن مصر دي لو طلع منها لاجئين كانت بقت مصيبة، احنا ربنا سترها معانا بجد. لا، ربنا مش هيورينا اليوم ده ان شاء الله. فلازم احنا كمان يعني نحمد ربنا على كده ونراعي الموضوع ده. طيب خليني اسأل حضرتك السؤال بطريقة مختلفة. ألمانيا دلوقتي بتدرس إنه خليكم في مكانكم وإحنا هنديكم حوافز تساعدكم بالفعل إن أنتوا تبقوا في أماكنكم. في المقابل الاتحاد الأوروبي بيدرس موضوع فرض عقوبات على الدول اللي هتفرض أو عفوا هترفض استقبال اللاجئين بيها. حضرتك مع أي من الرأيين، وأيهما بالفعل أضمن في طريق مكافحة الإرهاب؟ طيب أرد عليك رد بسيط ولا لا أعقد الرد شوي؟ معلش أنا آسف. مسألة أنه أوروبا بتفكر تفرض عقوبات على اللي يرفض لاجئين، هو مش مفروض حد يرفض لاجئين طبقا للقانون الدولي، مش مفروض حد يرفض لاجئين لأن اللاجئ ده مترفضش، ده واحد جاي يعني بيخترق الحدود جاي حافي بيقول لك الحقني، فده ده كقانون دولي مش مفروض حد يرفضه.
فمسألة أنها تفرض عقوبات على حد يرفضه دي مسألة غير متخيلة أصلا، لأنه اللاجئ ده أصلا مش عارف، ما بيجيلكش بالطيارة، ده ما بيطلبش فيزا في السفارة بتاعتك في بلد تانية عشان يجي. أيوة بس الفيصل بعد كده هيضمك في المجتمع ولا هيفضل في معسكرات ومخيمات إيواء على الحدود؟ على ده موضوع تاني بقى، لكن مسألة أنه أفرض قيود، أولا ده مش ده يعني مسألة أن أنا أفرض دولة تفرض قيود على تفرض عقوبات على دولة، ده مش مقبول أساسا. طب وبالنسبة لاقتراح ألمانيا أن هي تديهم حوافز بس ابقوا في أماكنكم ودولكم؟ دي النقطة التانية بقى، مسألة اللاجئ طبعا حك عارفة أنه له ثلاث حلول، يعني اللاجئ ده لازم يقبل الاول، لانه مبقاش لاجئ على فكره، الشخص اللي بيجي يخترق الحدود ده يقول الحقوني ده مش لاجئ، ده اسمه طالب لجوء، الدوله بتقبله وتقعده وبعد كده تشوف حالته، يقدم طلب لجوء وطلب اللجوء ده بيبت فيه، على ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا ارجعه، ده ممنوع دوليا، لانه لو رجعته معناها هرجعه للموت. فاللي بيحصل انه في ثلاث حلول للاجئ، الحل ان انا اقعده معايا شويه لغايه الوضع مستقر في بلده ورجعه، وده احسن حل، لكن طبعا ده مش قائم، يعني ممكن يقعد سنتين ثلاثه اربعه عشره وبلده لسه ما فيها مشكله. الحل التاني ان انا اجنسه، اقبله عندي واديه الجنسيه وخلاص يبقى مواطن عندي وخلاص. الحل التالت انه دوله تانية تقول لي هاته، انا ممكن اجنسه عندي او ممكن اقعده عندي. دي الثلاث حلول بتاعه اللاجئ، مفيش حل رابع، هي دي الحلول اللي موجوده. تمام. في استفاضه ولا اختتم مع حضرتك بسؤالنا الختامي؟ طيب دلوقتي احنا اتكلمنا انه من المنتظر انه يكون في اتفاق دولي خاص بالهجره الامنه والنظاميه وايضا المنظمه، والاتفاق ده هيكون بصدد تعاون ما بين المنظمه الدوليه للهجره وايضا مفوضيه الامم المتحده الخاصه بشؤون اللاجئين. تمام. ايه المنتظر ان احنا نتوقعه في هذا الاتفاق الدولي؟ هل هيكون في ميزات للدول اللي بالفعل ممكن تكون بتستقبل المهاجرين واللاجئين؟ هل هيكون بالعكس في قيود وتقنين للموضوع؟ المنتظر ومتوقع؟ لا هو بصي حضرتك بسرعه في عجاله شديده، فاكره لما بدانا الحلقه وحضرتك قلت لي هنقعد لعشرة ونص وقلت لك ان ده كتير قوي والوقت مر، قلت لحضرتك لا ده قليل عليك. في نقطه مهمه جدا، انه المؤتمر ده او المؤتمر اللي دعي اليه او اللي انتهى الى انه لازم يكون في هذا الميثاق، ده اتعمل في شهر 9 سنة اللي فاتت، وحضرته قادة الدول كلها وحضروا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان اللي هي قمة الهجرة واللجوء، ده كان استجابة للحركة الكتيرة قوي على فكرة اللي حصلت في البحر المتوسط. يعني أنا بتخيل أنه السبب الرئيس هو أفواج اللاجئين اللي اقتحمت أوروبا من البحر المتوسط ومعظمها من سوريا. فالهدف بتاع المؤتمر كان هدف سلبي، أو بمعنى أصح الهاجس اللي اتعمل بيه المؤتمر كان إنه الهجرة حاجة صعبة لازم نتصرف فيها، لكن انتهى إلى توصية إنه الناس لازم تتحرك بحرية أكتر وبشكل آمن أكتر وكده، وإنه خلال سنتين يتعمل ميثاق عالمي ينظم الموضوع ده ويخلي الهجرة آمنة ومنتظمة والحاجات الجميلة دي كلها، وإدى سنتين وخلى الأمانة الفنية للموضوع ده بالنسبة للهجرة في المنظمة الدولية للهجرة وبالنسبة للجوء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي الحقيقة أنا واحد من الناس المنضم لمجموعة فنية خاصة بمناقشة الموضوع ده من خلال المنظمة الدولية للهجرة. الفكرة أنه ليس هناك إطار حاكم للهجرة الدولية، ليس هناك إطار دولي حاكم للهجرة الدولية، يعني اللجوء في اتفاقية اللاجئين بتاعة سنة 1951 والبروتوكول المكمل ليها، لكن مسألة حركة البشر على ظهر البسيطة مفيش حاجة بتحكمها، مفيش ميثاق، فإن يبقى في ميثاق ينظم الموضوع ده، ده في حد ذاته حاجة كويسة قوي، أيا ما كان محتوى هذا الميثاق، من المؤكد إنه هيكون إيجابي ومن المؤكد إنه هيكون على مستوى عالي، لأنه التوافق لا يتم إلا على الخطوط العريضة. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، أيضا خبير السكان ودراسات الهجرة دكتور أيمن زهري، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك على المتابعة والمشاركة معنا النهاردة في هذا اللقاء، وشكرا لكل المشاهدين على المتابعة، ونشوفكم دائما يا رب بكل خير. تصبحوا على خير.
النور الحقيقة تبان.